فإن أيوب كان غنيا لكنه لم يخدم مال الظلم، بل تملك أيوب عليه وتحكم فيه وكان سيدا لعبدا. الرجل ده كان يعمل صدقات كتيرة قوي، ولما افترق ما حزنش على الفلوس على فكرة، بس هو كان صعبان عليه لأنه مش فاهم كل التجارب دي ليه، لكن ما كانش الفلوس اللي راحت هي اللي وجعه. أيوب كان غنيا لكنه لم يخدم مال الظلم، بل تملك عليه وكان سيدا لعبدا، لهذا اقتنى كل شيء وكأنه وكيل لأملاك شخص آخر. يعني أيوب عاش بنفسية اللي في إيده ده من ربنا، موكله على الحاجات دي، فالرب أعطى الرب وأخذ ضحكته، ليكن اسمه مبارك. وهو لم يكن يسلب الآخرين، لو بيخدم الفلوس كان يستغل موقفه، كان ما كانش يستغل أبدا، بالعكس كان سخي، بل كان يعطي المحتاجين من ماله الخاص. والأكثر من ذلك، حين توفرت لديه الثروات لم تكن مصدر فرحه، لدرجة قال في أيوب 31: ما فرحت أبدا بكثرة ثرواتي. في جزء من كلمات أيوب قال: أنا عمري ما فرحت بالفلوس. شوفوا بقى نقاوة القلب. إذن أيوب الغني قوي كان خادما لله، لم يكن خادما للمال، فما تربطهاش دايما بالأغنياء. لهذا أيضا لم يحزن حين ضاعت ثروته، لكن أغنياء هذا الزمان ليسوا مثل أيوب، بل بالحري هم في حال أسوأ من حال العبيد، كأنهم يدفعون الجزية لطاغية جبار. يعني دول مذلولين والفلوس زلاهم، وكأنهم بيدفعوا الجزية للجبار اللي هو الفلوس يعني. وكأن ذهنهم قلعة مشغولة بمحبة المال. يعني تدخل دماغ واحد من دول تلاقيها ما فيهاش حتة سليمة، كله رايح في الفلوس، كل دماغه فلوس فلوس فلوس. فطبعا ده عبودية مرة. يعني تبعث إليهم بأوامرها محبة المال من هناك يوميا ملآنة اسما، ولا يقوى أحد على مخالفتها. يقدر واحد من دول يخالف فكرة أنه يقول للفلوس لأ، أو فرصة يعني مكسب يعرف يوقفها؟ ما بيعرفش، لأنه أصبح عبد.